النشوة السكري. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، تحية طيبة لكم مستمعينا أينما كنتم، وأهلا وسهلا فيكم في حلقة جديدة من طبابة. يسعدني أكون معكم مستمعينا الأعزاء ابتداء من الآن وإلى الساعة 2 بعد الظهر على الهواء مباشرة عبر أثير إذاعتنا ألف ألف أف أم الموجة السعودية. في كل حلقة من حلقات برنامج طبابة بنقدم موضوع طبي جديد وبنستضيف الظهر على الهواء مباشرة عبر أثير إذاعتنا ألف ألف أف أم الموجة السعودية. في كل حلقة من حلقات برنامج طبابة بنقدم موضوع طبي جديد وبنستضيف أحد من المتخصصين في التخصصات الطبية والمجالات الطبية المختلفة، بنناقش المواضيع الطبية، الأمراض، طرق العلاج، الوقاية وأبرز المستجدات في عالم الرعاية الصحية والطبية. أكون معكم أعزائي المستمعين أنا نشوى السكري ابتداء من الآن وأصحبكم على الهواء مباشرة، وأستقبل أسئلتكم واتصالاتكم واستفساراتكم على هاتف البرنامج 012-61-61-100 ورسائلكم على واتس البرنامج 055-66-89-01. بإمكانكم التواصل معنا أيضا من خلال حساباتنا على مواقع التواصل الاجتماعي ألف ألف أف أم، على حسابنا على اليوتيوب ألف ألف أف أم. موضوعنا اليوم موضوع مهم وموضوع جديد ممكن يهم نسبة من المجتمع من اللي عندهم معاناة مع أطفالهم. من أهم اللحظات في حياة كل أسرة اللحظة اللي بيستمعوا فيها إلى الكلمة الأولى اللي بينطقها طفلهم، هذه اللحظة لا تقدر بثمن، هذه اللحظة لا يدرك قيمتها إلا اللي عاشها أو اللي اشتاق لها. يحدث في بعض الأحيان أنه يتأخر الطفل في النطق أو يعاني من مشاكل في النطق والتخاطب. هذه المشاكل بتؤثر على حياته، بتؤثر على مستقبله، بتجعل أسرته تعيش في حالة من المعاناة دائما. لكن وبفضل الله تعالى هناك برامج كثيرة تساعد الأطفال الذين يعانون من هذه المشكلة وأسرهم أيضا، وبتعالج أيضا كل من يمكن أن يكون يعاني من بعض المشاكل في التواصل أو في السلوكيات. اليوم هنتكلم عن أحد هذه البرامج، وهو برنامج جديد لكنه إن شاء الله يعني سيثبت نجاح كبير مثل ما أثبت نجاح في دول مختلفة من العالم، وهو موضوع حلقتنا اليوم، برنامج هانن، الحوار يدور بين شخصين. عشان نعرف إيش هو برنامج هانن وكيف ممكن نستفيد منه وكيف ممكن يأثر على أطفالنا ويغير من حياتهم بشكل تام، هنناقش هذا الموضوع مع ضيفة حلقتنا اليوم الأستاذة دعاء بامشموس، أخصائية النطق والتخاطب بعيادات أندلسية لصحة الطفل ومدربة معتمدة من مركز هانن الكندي. حياك الله أستاذة دعاء وأهلا وسهلا فيك. أهلا وسهلا فيك. أهلا دكتورة أو أستاذة دعاء، موضوع برنامج هانن هذا، يعني في البداية قبل ما أبدأ الحلقة معاك، أول ما بدينا النقاش كذا قبل الحلقة قلتي لي هذا شيء جديد لكنه أثبت نجاح الحمد لله في مناطق وفي دول كثيرة، إيش هو برنامج هانن هذا؟ طيب إيش فكرة برنامج هانن؟ البرنامج هو معد لتدريب الأمهات على كيفية بناء تفاعل مع الأطفال وتطوير لغة أطفالهم في البيت. الفكرة من البرنامج هذا أنا هنا بدرب ماما كيف تقدر تتفاعل مع طفلها في نفس الوقت تحفز لغة طفلها وهي معاه في البيت عن طريق استخدام استراتيجيات معينة خلال الروتين اليومي، زي مثلا وقت النوم، وقت الأكل، وقت الاستحمام، أو عن طريق استخدام أنشطة مختلفة زي قراءة الكتب، الموسيقى أو اللعب. لو لاحظت أنا بقول تفاعل وتطوير أو تحفيز لغة. أنا في العيادة لما نجي يجي عندي الطفل أنا ما أبغى بس يحفظ وراي الكلمات أو يعيده ويسمي هذه موية، هذا بسكوت. الغرض من اللغة اللي أنا بعلم الطفل إنه أنا أبغى يتواصل مع المجتمع. فالتواصل عندك ينقسم قسمين، عندك تفاعل وعندك لغة.
إذا ما كان في تفاعل بين الأم والطفل أو بين الأخصائية والطفل عمره ما حتجي اللغة. أنا ما حقدر أطور لغة، طفل ما يبغى يتكلم معي، ما أبغى أتكلم، ما بعيد وراكي. فالميزة في هذا البرنامج إنه بيعلم ماما كيف تتفاعل مع طفلها. دائما الشكوى الأساسية اللي بتجيني أنا في العيادة، والله يا مستعى هو يحبك، هو يحب يجلس معاكي، هو بيطول فيكي، أنا ما بيطول فيا. فالفكرة إنه أنا حعلم ماما كيف تقدر تتفاعل عشان تطور لغة طفلها. بالأصح أنا دائما أقول ماما حخليكي أنت أخصائية طفلك. دائما بعطي مثال، الأم بتقول لي إيش يعني تفاعل، بعطيها مثال بقول لها أنت دحين مثلا مين أكتر شخص تحب تكلميه بالتليفون أو بالجوال؟ بتقول لي مثلا ماما وأختي. بقول لها ليش تحب تكلميهم؟ بتقول لي والله يا دعاء ما بيقطعوا كلامي أنا بتكلم، بيسمعوني، بحس ماما مستمتعة وهي بتكلمني، بتخليني أقول كل اللي أنا أبغاه. بقول لها هذه مهارات تفاعل عند ماما، فمهارات تفاعل عند ماما خلتك أنت تنجذبي لها وتتكلمي معها. بالإضافة هذا البرنامج، أنا حكون في هذا البرنامج حنتكلم على 4 مراحل تواصلية، بعد شوية حتكلم عنها. حعرف ماما طفلها في أي مرحلة من هذه المراحل، وكيف طفلها بيتواصل وليش بيتواصل. لما أعرف 3 المعلومات هذه أنا حأقدر أحط أهداف لطفلي وأقدر أحقق معه أو أطور لغته. آخر شيء كمان في البرنامج، أنا حساعد ماما أنها تكتب خطط منزلية. إيش فكرة الخطط المنزلية؟ مثلا أنا في هذا البرنامج اشتغلت على الاستراتيجية هذه في الجلسة الأولى، خلاص خلصنا الاستراتيجية، يلا يا ماما. لأنه الكلام سهل، بس لما تيجي ماما تطبق في البيت أنا ضايع حايسة ما عارف أسوي. فبكتب معها خطة، إيش الكلام اللي حتقوله، إيش الاستراتيجية اللي حتستخدمها، إيش المدة وكم المدة اللي حتنتظرها مع طفلها. والله ما زبط معايا، حعمل بلان بي الماما وخليها تطبق مع طفلها، وبعدها ترجع الجلسة اللي بعدها سنناقش إيش عملت. يا سلام يا سلام، ممتاز. يعني أنا الحين فهمت إنه برنامج هانن هذا هو موجه بالدرجة الأولى للأمهات أو لذوي الأطفال اللي عندهم مشاكل، يعني ممكن أمهات وآباء طبعاً. أيوة ممكن أمهات. الهدف منه إنه الأم تتحول أو تصير معالج، تعرف كيف هي تتعامل مع طفلها. وكمان باسم البرنامج الحوار يدور بين شخصين، كيف تتحاور معاه، كيف نحول حياتنا العادية، الأكل الشرب زي ما قلتي، النوم الاستحمام الروتين اليومي في الحياة إلى جلسات علاج. هذا هو الهدف الرئيسي. فصير حياتي أنا يعني أنا قاعد أمارس حياتي، لكن في نفس الوقت بضرب على نقاط معينة محددة تلمس عند الطفل اللي عنده مشكلة، نقاط معينة فتقوم تزود عنده المهارة. صحيح. والبعض عارف كيف أتعامل مع طفل. جميل. واستغل. طيب. حلو حلو ممتاز. مين اللي بيقدم برنامج هاني؟ أول حاجة أنت قلتي لي هو برنامج جديد لسه ما تطبق يعني بشكل واسع. يعني هو طبق يمكن في مركز واحد لسه في جدة. أيوه. بس لسه احنا انا في عيادة في عيادتي لسه حبدأ اطبق. انتوا الان في اندلسية بديتوا عيادات اندلسية صحة الطفل؟ خلاص انه انا ابدا استقبل الحالات والامهات يعني. ممتاز. طيب مين اللي بيقدم البرنامج؟ اخصائي تخاطب يكون مرخص من هيئة التخصصات الصحية، ويبدا يكون معتمد من منظمة هانن. يعني انت بتسجلي، هو بتاخد الكورس اونلاين، اهم شيء تكون انت اخصائي تخاطب عندك الرخصة، بتقدمي على الويب سايت نفسه بتدخلي، هو اونلاين كورس ممكن 3 أو 4 أيام، وتاخذي بعدها شهادة، يصير أنت معتمدة من هذا البرنامج، يصير خلاص أنت قابلة إنه أنت تبدأ تدربي الأمهات. منظمة هانن برضو على حسب ما قريت عنها هي منظمة خيرية غير ربحية، هدفها إنه تقدم الدعم للأطفال اللي عندهم مشاكل سواء مثلا لغوية أو اجتماعية أو سلوكية من هذا القبيل. أيوة، وهي حتى في برامج عدة، يعني إحنا أنا أخذت هذا أول برنامج لأنه هذا الأساس. هذا الأساس. أيوة. جميل. طيب إحنا الآن خلينا نتكلم عن الفئة المستهدفة من البرنامج. إحنا بنتكلم عن الأمهات أو هم اللي بيستفيدوا بالدرجة الأولى. أمهات مين؟ يعني الأطفال اللي إيش عندهم اللي ممكن يستفيدوا من هالبرنامج؟ طيب أمهات الأطفال اللي إحنا عندنا عمر معين تتراوح أعمارهم بين 1 إلى 5 سنوات. أمهات الأطفال طبعاً اللي بيعانوا من تأخر في اللغة أو ضعف في مهارات التواصل الاجتماعي، وأمهات الأطفال دائماً المقيمين خارج جدة. وليش بقول مقيمين خارج جدة؟ لأنه دائماً بيجوني أمهات العيادة من أبها والطائف المدينة، والله مستعال إحنا ما حقدر أخذ معك كورس تخاطب، أنا ما حقدر أجي وأنتظم، فتعطيني بس تبس ونصائح بسيطة أقدر أنا أطور من لغة طفلي. فأنا أبدأ أعطيها الكورس وعبارة عن شهر كامل، فتكون مؤهل إنه أنا أعرف كيف خلاص في البيت أرجع كيف أطور وأحفز من لغة طفلي. يعني أنتوا الآن قاعدين تعلموا الأمهات والآباء كيف يستغنوا عنكم. لا لا مو كذا يعني. أيوة. أقصد إنه كيف يعتمدوا على أنفسهم. يعني ما يصير فيه احتياج إنه يأخذ جلسات داخل المركز، لا أنا راح أعطي لك الأساسيات هتراجع معايا من وقت للتاني، وتصير أنت قادر على إيصال هذا الشيء لطفل. لا أنا أقول لك كمان، قولي. هو هيحتاج تخاطب، بس أنا إيش الفكرة؟ الفكرة إحنا نبدأ جلسات التخاطب، ماما تكون ما هي عارفة إيش بتسوي، ومهما كان ما هي عارفة أطبق، بأجي وبشوف، بس مهما قلتي لي ماني عارفة أسوي نفس اللي بتسويه أنت يا دعاء. لأنه دائما بقول للأهل الخطة العلاجية 80% دور الأهل.
تمام. فإذا ماما ما هي عارفة صح ضاع المجهود صح. فماما بتساعدني في المجهود وبتصير هي عارفة كيف تقدر بكرة تتعامل مع طفلة. وحتى بقول لها يعني مو شرط الطفل اللي أنا دحين بعالجه الطفل اللي عنده تأخر في اللغة بكرة طفلي اللي أنا جبته دحين البيبي الجديد خلاص أنا فهمت إيش فيه تبس ونصائح فأنا حتى بحد من تأخر اللغة. ممتاز ممتاز. هنعرف منك أستاذة دعاء المراحل التواصلية اللي انت تكلمتي عنها في هذا البرنامج ومين هم اللي بيشاركوا في البرنامج. بس هنطلع فاصل قصير ونرجع بعد ونكمل حلقتنا ولازلنا نستقبل أسئلتكم واستفساراتكم حول برنامج هنن لتعليم الأطفال اللي عندهم تأخر لغوي عندهم بعض المشاكل على واتس البرنامج 055-66-89-01 واتصالاتكم على هاتف البرنامج 012-61-61-100. ضيفتنا الأستاذة دعاء باب مشموس أخصائية النطق والتخاطب بعيادات أندلسية لصحة الطفل. فاصل وراجعين. طبابة مع نشوى السكري. ورجعنا لكم مرة تانية مستمعين الأعزاء، أهلا وسهلا فيكم في برنامجكم طبابة على ألف ألف أف أم ومع ضيفتنا اليوم الأستاذة دعاء بامشموس أخصائية النطق والتخاطب بعيادات أندلسية لصحة الطفل. موضوعنا اليوم عن برنامج هنن، الحوار يدور بين شخصين وهو طبعا برنامج مقدم للأطفال اللي بيعانوا من مشاكل في النطق ومشاكل في التواصل. حابة أنوه طبعا أنه مجموعة أندلسية طبية بيقدموا كل اللي تحتاجوا إليه من رعاية طبية لكم ولعائلاتكم من خلال مجموعة من المستشفيات العامة والمراكز الطبية المتخصصة والعيادات الشاملة في جميع أنحاء المملكة. منذ تأسيسها مجموعة أندلسية وإلى هذا الحين لا تزال تحقق أهدافها وتسعى دائما لتقديم أفضل رعاية طبية بأعلى المعايير الصحية. أرحب فيك أستاذة دعاء مرة تانية وأهلا وسهلا فيك. أهلا فيك. طيب أستاذة دعاء، يعني إحنا كنا بنتكلم الآن عن إيش هو برنامج هن، بيفيد من أو كيف تستفيد منه الأمهات. أبغى أعرف الآن مين اللي راح يشاركوا في البرنامج وكيف طريقة المشاركة. طيب اللي بيشاركوا في البرنامج أمهات الأطفال، وليه إحنا اخترنا الأمهات؟ لأنه هم يعني الأشخاص الثابتين في حياة الطفل، علاقتهم فيها قوية، كل ما بعلم ماما استراتيجية هي بتقضي وقت مرة كبير معاه، فحتطبق كل شيء أنا بعطيها هو نفس ما قلنا خلال الروتين خلال الأنشطة. طريقة المشاركة في البرنامج، إحنا بنعمل تقييم للأم طبعاً، تجي تقدم بعمل تقييم، بقيم دائماً أنا في أي تقييم للتخاطب بقيم بس الطفل. هنا لا، أنا حقيم ماما مع الطفل. كيف تلعب مع الطفل، كيف تتفاعل، عشان أنا بعرف نقاط القوة نقاط الضعف، أنا إيش الهدف، وإيش التارجت، وإيش أبغى يعني أحسن عند ماما. وبقيم الطفل، بنشوف الطفل في أي مرحلة تواصلية هو موجود، خلاص عرفنا المرحلة، عرفت ماما إيش عندها وإيش ما عندها من مهارات من مهارات تفاعل، بعدها خلاص يلا تبدأ معايا في البرنامج. البرنامج حيكون عبارة عن مجموعات، المحاضرات حتعطى للأمهات ضمن مجموعات، في المجموعة الواحدة حيكون من 4 إلى 8 أمهات. حلو. أيوه. حفزوا بعض ويشجعوا بعض. أيوه. حيكون 8 جلسات بس، برضو خلال ال8 جلسات حيكون في 3 جلسات فردية كل أم وطفلة، يعني أنا حققت معاكي كم هدف في الجلستين هذه، يلا حتجيبي طفلك يا ماما وحنبدأ نطبق مع طفلك. حلو. أيوه. وحنبدأ البرنامج السيما. طيب البرنامج هذا بيفيد الطفل أو بيساعد الأم إنها تتعامل مع الطفل في أي مرحلة عمرية ولا في مرحلة عمرية محددة؟ من عمر 1 إلى 5 سنوات. من سنة إلى 5 سنوات. بعد كذا خلاص يعني أصبح غير فعال. يعني شوفي على حسب. أيوة يعني خلاص إنه هذا الطفل في المراحل دي هو بتبدأ. ليش أنا اخترت من 1 إلى 5 سنوات؟ لأن هذه المراحل هي مراحل تطور اللغة. اللغة بتتطور عند الطفل من من يوم ما ولد الطفل. هذه هي المرحلة المهمة. إلى 5 سنوات خلاص طورت اللغة عند الطفل. طيب أنت ذكرتي أستاذة دعاء إنه في مراحل تواصلية في البرنامج، هم 4 مراحل. 4 مراحل. أيوة. خلينا نعرف إيش هي هذه المراحل. طيب المراحل حتكون عندك مرحلة المكتشف، حتكلم عنها مرحلة المتواصل، مستخدم الكلمة الأولى ومستخدم العبارات. إيش يعني مرحلة المكتشف؟ هنا الطفل ما بيتواصل، ما عنده غرض معين، أنا ما بتواصل عشان أبغى منك حاجة. الطفل هنا ما يفهم الكلمات اللي بتقولها ماما، بس بيستجيب لصوت ماما، بيستجيب لإسمه، ممكن يلف راسه ويطل فيكي، يبدأ يبكي، يطلع أصوات، ممكن يلف راسه أو يغمض عينه لما ما يبغى شيء. هذا بالنسبة للمكتشف. للمتواصل هنا خلاص بدأ يفهم كلمات مألوفة في الروتين اليومي زي باي باي، زي كورة، سيارة، كلمات اللي بنستخدمها دائما. يبدأ يفهم الأوامر بس بمساعدة، مثلا أقول له أفتح الباب أوريه حركة فتح الباب، يبدأ يجاوب على الأسئلة مثلا وين، أقول له وين الدب، ما بيطلع لك بس مثلا بيطلع صوت، ممكن بيأشر بيروح للدب.
ويبدأ يتواصل لسبب معين، إنه أنا بتواصل عشان أبغى منك حاجة، أبغى أرفض حاجة. فقلنا بيتواصل بيستخدم أصوات، حركات من دون كلمات، وأحياناً يبدأ يطلع كلمات. نروح لثالث مرحلة، هي مرحلة مستخدم الكلمة الأولى. هنا خلاص أنا هنا أبدأ أستخدم الكلمات عشان أتواصل، أبدأ أنا أسوي الأوامر بدون مساعد، أفتح الباب، هات المنديل، طفي النور، خلاص كلها أسويها بدون مساعد. أبدأ أستجيب للأسئلة تبدأ بوين وإيش، هنا قلنا بس وين. بعدين نروح للطفل المستخدم العبارات، هنا خلاص عندي جمل من كلمتين أبدأ أنا أستخدمها عشان أتواصل، عشان أطلب حاجة وأرفض حاجة. أبدأ ألبي الأوامر المكونة من خطوتين، هناك خطوة واحدة مثلا افتح الباب وعطيني المنديل. أبدأ أستجيب للأسئلة بتبدأ بإيش وين ومين، مثلا يعني إيش تشرب، وين الدب، أو مثلا مين أخذ الكورة. فهذه أربع مراحل. طبعا لما نجي الطفل أنا بقيم الطفل في أي مرحلة من هذه المراحل. حلو. أيوه خلاص، بناء على المرحلة هذه أنا إيش أبدأ، أنا أبدأ أحقق أو أكتب الأهداف مع ماما. أنا في نفس برنامج هانن ما حتفرق الطفل في أي مرحلة، يعني لأنه كل الأطفال اللي حيكونوا معايا حيكونوا في مراحل مختلفة. أنا كل استراتيجية حعلمها ماما حيكون في البرنامج حعلمها بناء على كل الأربع مراحل. فماما بس مو حتستفيد في مرحلة الطفل، حتستفيد في كل المراحل. حعرف مثلا نقول استراتيجية قراءة الكتب، طبعا حتختلف المكتشف. المكتشف أنا ما عندي كلمات غير مستخدم العبارات، أنا عندي كلمتين، فلما تيجي تقرأ الكتاب ليها حيختلف من طفل لطفل. فماما حتكون ملمة بكل المراحل، بكل الاستراتيجيات تكون في كل المراحل. طيب حلو. أنا الآن برضو أبغى أعرف الأم كيف بتبدأ التواصل مع طفل، يعني هم أربع مراحل، هل لازم تمر بالأربع مراحل؟ هو الطفل على حسب أي مرحلة. على حسب الطفل نقول في مرحلة المتواصل ما عندي ولا كلمات يا دعاء، خلاص ما عندي شيء، هذه نبدأ من البداية. اللي إحنا هنبدأ مرحلة المتواصل حننمي المهارات اللي فيها ونبدأ نطلع، يلا دحين إيش هدفنا، أنا ما عندي كلمات. نشوفي بناء، يعني بغض النظر على المراحل اللي احنا عندنا اساس، قلت لك اول شيء الاساس حنسوي تفاعل. خلاص جاء التفاعل، الطفل جلس معايا على الكرسي، انتبه لي، حب التفاعل معايا، سمعني، ركز معايا، خلاص حلو. نبدا ننمي مهارات ما قبل اللغه. هي مهارات ما قبل اللغه هذه تكون للمكتشف والمتواصل. ايش يعني مهارات ما قبل اللغه؟ انا مستحيل اعلم الطفل اقول له قول ورايا مويه مثلا من دون هو ما يقلدني. يعني مثلا انا اقول له يلا ماسكه مثلا، نقول مثلا نقول بسه، ومشي البسة. إذا ما قلدني حركيا في مشية البسة مستحيل يقولي معايا مياو مياو. صح. قلدني هي. مثلاً ما استوعب أصلاً. ما استوعب. مثلاً تواصل بصري، الطفل ما بيطول فيها، ما بيشوفني. فأنا كيف حقدر أنا أكلمك؟ مثلاً عندنا مهارة اسمها مهارة الانتباه المشترك. إيش يعني انتباه مشترك؟ الطفل بيطول فيكي وبيطول في الشيء اللي معاك. أنا ماسكة مثلاً التفاحة، فهو مثلاً ما بيطول فيها وفي التفاحة، فهو إيش عارف إنه هذه تفاحة؟ مستوعب، ماني عارف. تبادل أدوار، لو ما في تبادل أدوار، طب أنا بتكلم لوحدي، الطفل ما بيتكلم معي. أنا كيف حقدر أنمي؟ إحنا تفاعل، بعدين مهارات ما قبل اللغة، بعدين نبدأ اللغة. بس في أطفال يجوا خلاص إحنا عندنا مهارات ما قبل اللغة. جميل. بس أنا مثلاً عندي كلمات مفردة بس، والله يا مس دعاء أنا ماني قادر أطور، عنده بس كلمات ماني قادر أحطها في جمل. فبناء على المرحلة اللي هو الطفل فيها أنا حبدأ مع ماما. هنطلع. ممتاز. هنعرف منك تفاصيل أكثر عن هالبرنامج وكيف هيتم تنفيذه عشان تستفيد منه الأمهات، وكيف أعرف إنه طفلي يحتاج هذا البرنامج فعلياً وأروح أتوجه وأبدأ أطبق برنامج هنن. لكن هنطلع فاصل قصير ونرجع بعد ونكمل حوارنا. لازلنا نستقبل أسئلتكم على واتس البرنامج 055-66-89-01. فاصل وراجعين. طبابة مع نشوى السكري. ورجعنا لكم مرة تانية مستمعين الأعزاء في برنامج طبابة وعيادة طبابة أونلاين على ألف ألف أف أم الموجة السعودية، ومع ضيفتنا الأستاذة دعاء بامشموس، أخصائية النطق والتخاطب بعيادات أندلسية لصحة الطفل. وموضوع حلقتنا اليوم عن برنامج جديد بيتم تطبيقه لمساعدة الأطفال اللي عندهم تأخر في النطق أو مشاكل في التخاطب والتواصل مع الآخرين. بنستقبل أسئلتكم واستفساراتكم حول موضوع حلقة اليوم اللي هو برنامج هنن على واتس البرنامج 055-66-89-01. أحييك أستاذة دعاء مرة تانية، أهلا وسهلا فيك. أهلا فيك. طيب أستاذة دعاء، الآن إحنا فهمنا يعني شيء كبير، يعني بعض المعلومات المهمة عن برنامج هنن وضحتيها حضرتك لنا، حابين نعرف كمان إيش بيتضمن البرنامج هذا. أوكي. طبعا نفس ما قلت لك حيكون ضمن مجموعات الأمهات، نفسه حيتضمن شرائح عرض، إنه حيكون فيها الاستراتيجيات حشرحها الماما، بس ما حيكون كله بس كلام قد ما حطبق. يعني هو حيكون مجموعات، الفائدة إنها تكون مجموعات عشان ماما بتساعد ماما تانية. يعني مثلا ماما مرة بتكون طفل، مرة تانية الماما بتكون هي أم، فبيطبقوا الاستراتيجيات عشان يصير يستوعب أكتر فكرة الاستراتيجية. حيكون في فيديوهات حتنعرض
تكون صحيحة وخاطئة الاستراتيجيات، ونحن وماما بنعلق على هذه الفيديوهات ونبدأ نحلل ماما إيش بتسوي جوا الفيديو، بنشوف إيش الأشياء الخطأ اللي سوتها ماما وإيش الأشياء الصح. بناء عليها ماما حتصير تستوعب فكرة الاستراتيجية أكثر. ونفس ما قلت حتكون في خطط منزلية، نهاية كل جلسة حنكتب خطط منزلية مع ماما. ممتاز. طيب نبدأ الآن للشق العملي، كيف بتبدأ المجموعات، كيف بتتقسم، هل على حسب عمر الطفل، حسب اللغة، الأطفال اللي بيتأخروا شوية أو بيكون في صعوبة في استجابتهم للبرنامج، كيف هل بيكملوا برضو في نفس المراحل مع الآخرين، كيف هيتم الموضوع؟ طيب نحن ما بنقسم على حسب فئة أو حسب عمر. ليش؟ لأنه الفكرة إحنا تركيزنا أكثر على ماما الأم. أيوة، أنا أبغى ماما، أبغى أدرب ماما كيف تقدر تطور من لغة طفلة، لأنه طيب طفلي أتطور وخلاص، مثلاً أنا كنت في مرحلة المكتشف صرت مرحلة المتواصل. طيب ما أنا أحتاج أن نفس ما قلت هذا البرنامج حيتكلم على 4 مراحل اللي بمر فيها الطفل. تمام. فهذه ال4 مراحل أصلا ماما تحتاجها، فأنا حأشرح لها كل المراحل بغض النظر عن المراحل. أنا أحتاج أدرب ماما كيف تقدر تتصرفي كل ما طفلك يطلع مرحلة. حلو. يعني أنت مع الأم مرحلة مرحلة. مرحلة مرحلة وبتشوفي نتيجة المرحلة الأولى معاها، هي نجحت ما نجحت، كيف كان النتائج، كيف كان التأثير. إذا لقيتي أنه ما قدرت الأم تحقق نتيجة كويسة من المرحلة الأولى، إيش بيصير؟ اللي هي مو قد ما لحنا، هو 8 جلسات حتكون على حسب مرحلة الطفل. يعني مثلا طفلة في مرحلة المتواصل، إحنا 8 جلسات حنقعد عشان بس نبغى ننتقل لمرحلة تانية. حلو. لسه حننتقل. الفكرة لو لقيت ماما ما في شيء مثلا أو ما قدرت، حيكون في شيء يعني شيء ناقص، شيء اللي احنا ما عملناه. عشان كده الفكرة انه انا كل بعد جلستين بطلب من ماما هي وطفلها يجوا عندي وتطبق الاستراتيجيات قدامي، فكرة الخطط المنزلية اللي بتابع مع ماما. فبالمتابعة ومع الخطط هذه الأشياء صدقيني ماما حتقدر تتعدى وتروح للمرحلة. انا ودي اسألك يعني استاذ دعاء قبل ما انتقل للسؤال الثاني، هو في نقطة هنا. يعني ايش اللي خلاك تفكري انه تاخذي برنامج هنن وتبدأ تطبقيه عندك في العيادة أو في عيادات أندلسية؟ طيب أنا أيام الانترنشيب، أيام تدريبي، يعني الله يذكره بالخير، سوبرفايزر حقتي كانت أخذ البرنامج. ومرة كان عاجبني قديش بشوف بتجمع الأمهات فكرة وبتعلمهم وقديش بيفيد. يعني إحنا كانت الجلسات عبارة ما بناخذ الطفل، كنا بناخذ الأم. فقديش بروح بأرجع والأم بترجع بتقول لي قديش فادها. فأول ما توظفت أنا قررت إنه لا لازم، لأنه كل الأمهات اللي بيجوني. أيوة. ومو شيء يعني أنا دارسة هذا المجال وعندي خبرة، أكيد أنا هكون عارفة أحسن من ماما. فبتجي بتقول لي أحس ماما ضايعة، أنا ماني عارفة، قولي لي. يعني حرفيا أنا دائما بعد كل جلسة بقعد لقول 1 أو 2 minutes مع الأم، بقول لي إيش الأهداف اللي اشتغلتها مع الطفل، بعطيها والله نصيحة ونصيحة. حلو. ما تعرفي قديش بتقلب وقديش بتقول لي 100% فرقت يا دعاء. يا سلام. فبعدها قررت لا، أنا لازم أثقف ماما وأعرفها وأعلمها كيف تقدر. ما أنا الطفل ما أبغى طول الوقت يجلس معاي أخصائي تخاطب وياخذ جلسات. لا خلاص، لحنا حققنا خلاص، يلا الطفل وراء مستقبل، وراء حياة، وراء يعني أبغى يبدأ يتواصل مع المجتمع. فطول ماما ما هي عارفة تشتغل مع طفلها، هي ما حتستغني، يعني أنا حكون موجودة معاها، بس حيسرع التحسن معنا. وخلاص يلا الطفل يبدأ يدخل مدرسة، يبدأ يتواصل مع مجتمعه. وأنا قررت بعدها لا، لازم أبدأ أثقف وأعلم كل أم كيف تقدر تساعدني وتتواصل وتكون فاهمة لكل حاجة أنا بقولها وعارفة أنا كيف أقدر ألعب. ممتاز ممتاز. طيب يعني هل بيدخل في خطة العلاج أو في مراحل البرنامج مثلا إنه بتشوفوا إيش الأسباب اللي أدت إلى إنه الطفل صار عنده فيه تأخر في النطق؟ طبيعي احنا بنشوف، يعني احنا ما نجي نعمل تقييم للطفل بنشوف مراحل، يعني بنشوف جوانب كثيره. نبدا نشوف اول شيء مشاكل في الحمل والولاده، صار عندنا اول الحمل. أيوة. والولاده. ايوه نشوف في وراثه عندنا في العيله، انه عندنا في تاخر في اللغه. نفحص السمع، هذا مهم. انا ما اقبل طفل قبل ما يسوي فحص للسمع، لانه كثير يقول لك لا طفلي بيسمع، لا هذا مو مقياس، عنده مشكله في السمع. عشان كذا ما هو قادر اصلا يسمع الكلمات. وبالتالي تكون عندنا مويات في الاذن، ما تكون شرط عندي انا ما بسمع وعندي مشكله في السمع فاقول لازم نفحص. ويا ما ترى أطفال وعن جد طلع عندنا ما تمويات في الإذن وعالجناها، لأنه إيش الفائدة أنا بعطيك وإنت ما. صحيح. أو بعدين قلنا بنشوف الوراثة، الحمل والولادة، السمع، بنشوف إذا نحتاج نحول لأخصائي نفسي، دكتور مخ وأعصاب، اضطرابات نمائية، في مشاكل تانية مصاحبة. الفكرة دائما بقول لأم يعني لحنا بس لازم نعرف إيش عندنا، إيش سببنا. وممكن تكون بيئة، والأغلب دائما أكثر شيء يكون عندنا بيئة. إيش البيئة؟ يعني شفتي فترة كورونا جات، حبسنا في البيت، الطفل مثلا طول وقته بيتفرج تلفزيون، ايباد، الفكرة انه طول وقته خلاص مو مركز، مو مع ماما. يعني شوفي احنا ايام زمان، انا والله يعني اول بدأت الانترنشيب كان بيقولوا لي ايش يعني تخاطب، احنا ما نعرف ايش تخاطب بدعاء. زمان ما كان فيه، يعني خلاص يقول لك بعد 4-5 سنين حيتكلم، اللي الطفل مع اهله قاعد بيلعب العاب التمثيلية، المطبخ، العروسة، كنا بنلعب نتكلم مع اهله بنتواصل، فبننمي ونطور لغتنا. جميل. بس دحين لا خلاص، على الأجهزة، على الإيبادات، الطفل لوحده ما في أحد معاه بيلعب، ما بينمي. فدائما أغلب الأشياء بتجيني البيئة، الأم نفس ما قلت لك. عشان كده كمان أنا قررت أخذ هانن، ماني عارف ألعب معاه دعاء، بقعد معاه تقولي والله أنا قاعدة معاه طول الوقت. طب إيش بتسوي؟ تقولي لا بتفرج عليه وهو بيلعب.
بس طب هو بيلعب لعب ما صحيح. في لغة ما في حوار تقولي هو بيلعب لعب صحيح ويجيني الولد لعبه جدا صحيح ممتاز ما شاء الله بس ما بيتكلم طب هو مو عارف لما نحط الولد على السرير ما حد قال له هذا معناته نام علمنا الفعل نام أو مثلا حط الولد في المروش أتروش ما عارف الفعل أتروش فهي بس شفتي كيف الأمهات ما عندهم استراتيجيات إنه كيف نحن نقدر نطور أو نحفز من اللغة جميل طيب حضرتك ذكرتي لي إنه المستهدفين من هذا البرنامج طبعا يعني أهل جدة وكمان الناس طبعاً. اللي ممكن يجوا من خارج جدة اللي بيكون صعب عليهم انهم يجوا يحضروا الجلسات الخاصة بالتخاطب وتحسين مهارات الطفل فانتوا بتعلموا الامهات او الاباء يعني كيف يتعامل مع الطفل طيب اذا في صعوبة انه يجيكم يعني هو مثلا في الرياض مو في الطائف او في المناطق هل في مثلا جلسات اونلاين ممكن تعطيها لهذه الاسر بحيث وممكن تكون فعلا مفيدة ايوه هيكون عندنا احنا اونلاين اصلا حتى هنا بنعطى البرنامج اونلاين او حضوري ممتاز انا كدعاء افضل دائما الحضوري اكيد انت تحبي كنت التواصل المباشر عشان حيكون عن جد مره فايده وبالذات حتى الاونلاين مره حيفيد انا اخذت الكورس اونلاين هو كان كورس في كندا انا اخذته اونلاين ومره استفدت انا كاخصائي تخاطب عن جد مره ضاف لي كثير فحنعطي اونلاين وحضوري بس المهم هنا ان الام تستفيد علشان هي اللي راح تحقق طبعًا. التواصل مع طبعا لانه نحن بعلمها واشرح لها وكل حاجه حتستفيد ايا كان حضوري او اونلاين بس الحضور الميزه حيكون في تفاعل اكثر هتستمتع اكثر بس احنا بقول اللي صعب عليهم انهم يحضروا يقدروا ياخذوا هذه الدورات او هذا البرنامج اونلاين وطبعا هيكون برضو مفيد لهم كانه حضوري بالضبط طبعا حيكون مره مفيد ممتاز أوكي. طيب هو برنامج او برامج هنن في عندهم مجموعه برامج البرنامج اللي اخذتيه استاذ دعاء اللي هو برنامج الحوار يدور بين شخصين في عندهم برامج ثانيه زي برنامج اكثر من الكلمات ايش هذا انت برضو حطيته في خطتي هو هم اربع برامج انا حطيته في خطتي ليش اخذت اول برنامج انه هو البدايه لازم تاخذ هذا البرنامج بعدها تبدي تاخذ البرامج الثانيه متطوره اكثر ايوه فانا اخذت هذا البرنامج حبدا اطبقه ان شاء الله وبعدها في خطه كل البرامج ممتاز ممتاز الله يعطيك العافيه طيب في استاذ دعاء برضو سؤال بالنسبه لمشكله تاخر الكلام والتأتأة وصعوبات التعلم عند الاطفال هل برنامج هانين ممكن يكون مفيد في هذه الحالة؟ لا شوفي برنامج هانين بس حيكون للأطفال عندهم تأخر في اللغة ضعف مهارات التواصل نفس قلنا التواصل ما عندهم يكون تواصل بصري تبادل أدوار انتباه مشترك وعندهم تأخر في اللغة أنا ما عندي كلمات أو عندي كلمات بس ما عندي جمل عندي جملتين بس أبنميها صير ثلاثة أربعة التأتأة لا التأتأة يكون جلسات فردية إلى الآن يعني ما أنا ما بعطي برنامج يكون بتكون جلسات فردية وممكن مختلفة أي مختلفة تكون طيب احنا نتوقع التحسن يبدأ عند الطفل بعد كم جلسة مثلا أو بعد كم من الوقت شوفي هذه عوامل كثيره دائما السؤال هذا بيجيني حتى الجلسات الفرديه انا بعطي الاطفال بعد كم حيتكلم يا دعاء ايوه هم منتظرين النتيجه طبيعي أكيد. انا كماما على حسب عوامل كثيره ماما بتشتغل في ممارسه للغه في البيت ماما بتسوي معاي الاهداف حيبدا تحسن حتشوفي تحسن جدا ملحوظ بس نحن نبدا الخطوه الاولى هي اصعب خطوه التفاعل انت بناتي تفاعل مع طفلك صدقيني كل حاجه حيجي بعدها فعلى حسب ماما منتظمه معايا بتجي كل الجلسات واصلا من شروط البرنامج انا يعني لازم الام تكون منتظمه معايا في 8 جلسات كلها عشان يصير في تحسن صدقيني انتظمت معايا وصح حتلاقي نتيجه كل جلسه صدقيني حتلاقي نتيجه حتقولي هذه الاستراتيجيه طبقتها شفت بعيني ولدي بيسوي هذا الشيء وانا بطبق معاه فجلسه بجلسه حتلاقي التحسن لو مشينا صح مع بعض لو مشينا صح إذا لقيت إنه التحسن مو هذا التحسن المأمول أو المتوقع اللي كنت تنتظريه كأخصائية يعني نطق وتخاطب لأنك أنت قاعدة تتابع النتائج مع الأم وبتشوفي حضرتك قلتي لي أنا بشوف نقاط القوة نقاط الضعف بشوف فين الخلل اللي موجود فإذا لقيت إنه النتائج مو هي هذه النتائج اللي كان المفروض إنه نحصل عليها إيش بتعملي في الحالة هذه برجع مع ماما يعني أنا ما حسيبها ترجع مرة ثانية تعيد وارجع اشوف ايش يعني حتى دحين انا في الجلسات الفردية احيانا لا مو راضي احقق الهدف هذا لا نرجع دائما اقول لها راقبي نفسك انا شوف دائما اقول لهم انا كدعاء براقب نفسي جوا العيادة راقبي نفسك في شيء لو حتى بسيط حتى لو رمشت عينك يعني في تصرفات بسيطة مع الطفل تخليه ما ابغى اتكلم معك او اسوي معك فبنرجع هرجع ماما ما حسيبها هرجع معاها لما نشوف ايش الشيء اللي احنا سويناه خطا كان او ما نجح معانا ونرجع نعيد عليه وندربه اكثر لما نخليه يحقق الهدف ممتاز حلقتنا مستمرة معك يا أستاذة دعاء بمشموس أخصائية نطق وتخاطب بعيادات أندلسية لصحة الطفل هنطلع فاصل قصير نرجع بعد ونكمل حوارنا وهنوصل للجزء الأخير من حلقتنا اللي هنجاوب فيه على أسئلة المستمعين أرسلوا لنا على واتس البرنامج 055-66-89-01 معنا الأستاذة دعاء بمشموس موضوعنا اليوم عن برنامج جديد اسمه برنامج هانن الكندي وهذا البرنامج اللي بيساعد الأطفال على تحسين النطق عندهم لما يكون عندهم تأخر في اللغة وضعف في التواصل وبعض المهارات الاجتماعية الثانية فاصل ورجعين
مع نشوى السكري. حياكم الله من جديد مستمعينا الأعزاء، وأهلا وسهلا فيكم مرة تانية في برنامجكم طبابة وعيادة طبابة أونلاين مع ضيفتنا اليوم الأستاذة دعاء بامشموس، أخصائية النطق والتخاطب بعيادات أندلسية لصحة الطفل. موضوعنا اليوم عن برنامج هنن، الحوار يدور بين شخصين، وهو برنامج جديد بيطبق في عيادات أندلسية لعلاج الأطفال اللي عندهم مشاكل لغوية أو مشاكل في النطق أو مشاكل سلوكية ومهارات في التواصل. أرحب فيك مرة تانية أستاذة دعاء. أهلا فيك. أهلا وسهلا. إحنا وصلنا للجزء الأخير من حلقتنا اللي بنجاوب فيه على أسئلة المستمعين واللي بنستقبلها على واتس البرنامج 0556689001، ودائما الأسئلة تجي في الجزء الأخير وبعدين تجمع الأسئلة وما نلحق نسألها، بس هحاول الآن أبدأ الأسئلة بدري. عندي الآن سؤال يقول أيوه هذا هو، يقول السلام عليكم ورحمة الله، هل هناك علاقة بين مرض الصرع والتأتأة؟ في التأتأة إلى الآن ما لها، يعني لو جيت نحن بندور الآن ما في سبب، ما في سبب واضح. أيوة، ففي أسباب كثيرة، يعني ممكن حطينا بناء على الدراسات والأبحاث ممكن تكون الوراثة، فإلى الآن ما في سبب معين التأتأة. هو بعدين نكمل الشرح، يقول لأنه بنتي كان عندها تأتأة خفيفة، بس لما زادت عليها نوبات الصرع زادت عندها، والتأتأة زادت عندها التأتأة، والآن عمرها 15 سنة، هل هناك أمل في العلاج؟ 15 سنة طبعاً. أنا كنت أنا الحين بشتغل في عيادات أندلسية بنستقبل لي 16 سنة، بس أنا في أيام الامتياز كنت بستقبل إلى 80 سنة. ما شاء الله. أيوة، إحنا عندنا نحن بنقول التخاطب إنه تواصل في هذا. أي عمر، في أي عمر، في أي عمر أنا أقدر، ما في شيء اسمه مستحيل يعني. فطبعاً إحنا في أمل إن شاء الله، وحنيجي ونعدل التأتأة ونحاول نخليها تسيطر وتعمل كنترول عدل. ممتاز. أجل أستاذ حافظ، ما في أبداً شيء مستحيل يعني، وفي أمل موجود، وحتى لو عمرها 15 سنة أيوة خذها وابدأ مرحلة العلاج، وإن شاء الله يا رب بإذن الله تتحسن حالتها، وربي يعني يبارك لك فيها ويبلغك فيها ما تتمنى. طيب، عندنا كمان في سؤال يقول أنتوا تكلمتوا عن الجلسات الخاصة بالأمهات، لكن على حسب علمي إنه الطفل لما يكون موجود مع مجموعات من الأطفال بتتحسن عنده المفردات وبتتحسن عنده اللغة، إيش رأي الأستاذة دعاء في هذا الكلام؟ طبعا شوفي، أنا طبيعي أنا يعني دائما بأخذ الجلسات فردية للطفل وأبدأ أحطه في جروبات، بس بناء أول شيء أنا أبغى أحقق أهداف معينة. يعني الطفل حقق معايا أهداف معينة لازم يعمم، لأن اللغة هي نفس ما قلت لك، هو مو شيء أنا ححفظه أو أقول الكلمات هذه، أنا زي المدرسة هنا ححفظ الجمل هذه والعبارات هذه، الطفل يحتاج يبدأ يمارس اللغة مع أقرانه. فأنا عندي أخذ الطفل مثلا نقول بدأنا مع الطفل 10 جلسات، خلاص حقق الأهداف اللي أنا أبغاها، دعاية يلا هذه الأهداف أبغى أبدأ أعممها مع أطفال تانيين، أبدأ أدخله مع جروبات تانية في نفس أعمارهم في نفس لغتهم، ونبدأ نطبق نعمم الأشياء نعمم الأهداف. بس الفكرة إنه مو بس على طول أحطه جلسات جماعية، طب الطفل يمكن لسه مو مهيأ إنه يدخل جلسات، لازم أعطي له أساس بعدين أحطه وأبدأ المجموع. لأنه ترى في أطفال يدخلوا ما أبغى أدخل، فإحنا هنا أنا أبدأ أهيئك عشان بكرة ما تروح المدرسة أو الروضة أو الحضانة تكون أنت مهيأ بالتدريب. مش تدريب. ممتاز. طيب، في دكتور أستاذ دعاء برضو سؤال يقول بالنسبة للطفل اللي عنده توحد هل ممكن يستفيد من برنامج هنن؟ طبعاً نقدر، لأن هي استراتيجيات بتعلميها الأم، هي الفكرة إيش، حتى لو الطفل أنا عندي توحد يعني أكيد أنه يختلف، بياخد برامج تانية ممكن الطفل إذا كان يحتاج طبعا تعديل سلوك، علاج وظيفي، علاج طبيعي، بس الفكرة أنه نفس الاستراتيجيات ما حتشتغلها مع الطفل، لأنه برضو ما عندي تواصل، ما عندي تبادل أدوار، مهارات ما قبل اللغة ما هي عندي، التفاعل ما عندي، فطبعا حيستفيد من نفس البرنامج. ممتاز، لأنه أكثر الناس اللي عندهم طفل توحدي بيعانوا من هذه المشكلة، التواصل. فإحنا يعني أنتوا كده دوركم بتعلموا الأمهات والآباء كيف يتواصل، كيف يعني يصنع شيء يكون في بينه وبين الطفل هذا لغة مشتركة. لغة، لأنه كمان دائما الأمهات أنا بيجي تقول لي والله يعرف كل حاجة، خليه يسمي لي كل شيء في الغرفة، حتى لو ما كان توحد، سمي كل شيء في الغرفة، بس أنا مو عارف، ما كنت أنا يعني مثلا ماما بتسألني هذه، ما عارف أطلع منه. أيوة، هذه كاسة، بس ماما ما خلتني أطلبها منه، ما علمتني كيف أتواصل وأستخدم الكلمة. طيب، سؤالي للأستاذة دعاء يقول هل تأخر النطق عند الطفل له علاقة بمستوى الذكاء؟ طيب، هذا إحنا بنعمله اختبار الذكاء طبعًا، بس يختلف. شوفي دائما الأهالي يلخبطوا بين نطق ولغة. النطق بخارج الحروف، كيف الطفل بيخرج بخارج الحروف عندي، هل بيقول مثلا الراء بدلها لا، الخاء بدلها حا، اللغة غير، لغة تعبيرية واستقبالية، فهم للكلمات وإصدار، هل طفلي بيستخدم كلمات عشان يتواصل معايا ولا جمل ولا بيستخدم أصوات يا دعاء. احنا ايش الطفل بنعمل له اختبارات كثيرة، بس على حسب، يعني مثلا انا الطفل يجيني ما عنده ولا شيء، بس حلو اروح لسه اعمل له اختبار، يبدا عندي احفز احفز احفز، وبعدين نبدا نشوف كيف نعمل لما تعرفي فين المشكله. ايوه، يعني لو راح عمل اوكي، لو اللغه الاستقباليه عنده تمام ممكن يبان، بس اختبار الذكاء برضه يحتاج لغه استقباليه وتعبيريه،
فأنا أقول لهم امشوا شوية معايا، نبدأ نحسن ونطور من لغة الطفل وبعدين نروح نعمل جميل. الاختبارات، وعلى حسب يختلف الأعمار يعني، على حسب العمر اللي يجيني فيه الطفل. بناء عليه نشوف طبعا، عندنا نعمل اختبار الذكاء ونشوف تأثر مؤثر على اللغة أو لا. تمام، آخر سؤال علشان اليوم لازم نخلص حلقة. يقول كيف أتعامل مع الطفل اللي ما يتكلم؟ الطفل عندي أنا ما أعرف هو ما بيتكلم أبدا، صامت. أوكي، في شيء اسمه صمت اختياري. أيوة، أنا ما أبغى أتكلم، بتكلم مع ناس معين، بتكلم معك يا ماما وبابا بس ما بتكلم مع أحد تاني. برضو هنا بيجينا تخاطب. أيوة، بناخده في التخاطب، بنبدأ نحاول أنا أخلي الطفلة يحفز. أنا كان عندي طفل زي كده برضو، وكنت بشتغل معاه يعني، كان حتى ضحك ما بيضحك معي. يا ساتر، مع الوقت يعني ماخذ موقف مع الحياة، ولا يبغى شيء يجيك كده قاعد بس. فأنا أبدأ أشوف الطفل إيش يحب، أبدأ أنا يعني أخليه يتفاعل معايا، يلا نلعب، ما أجبره أبدا يقول شيء. أيوة، حبة 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 يعني، حتى كنت أحيانا أطلع الجيم فوق عندنا وأتخبى في أماكن تلعب وهو يتخبى عشان أبغى يطلع صوت، عشان أبغى يحاول يطلع معي. أيوة، والحمد لله خرجنا بنتيجة يعني، هو خرج من عندي بأصوات شوية كده بسيطة. بعد فترة أمه كلمتني قالت لي إنه ما شاء الله دعاء سعد الحين بيتكلم مع ناس. انفجر في الكلام. أيوة، ليته كان ساكت. أنا بعطي يعني بشكرك جزيل الشكر الأستاذة دعاء بمشموس، أخصائية النطق والتخاطب بعيادات أندلسية لصحة الطفل ومدربة معتمدة من مركز هانن الكندي. أشكرك جزيل الشكر أستاذة دعاء لوجودك معنا في حلقة اليوم، استمتعنا بوجودك واستمتعنا بهذا الموضوع الجميل. إن شاء الله يكون يعني برنامج مفيد للأمهات وللآباء والأسر اللي عندهم طفل بيعاني من مشاكل في النطق والتواصل. وأنا والله استمتعت أكثر، وإنه شكرا إن أنتم سمحتوا لي فرصة إنه بس بوعي الأمهات وثقفهم بهذا البرنامج قديش حيفيدهم ويفرق معهم في حياة يعني أطفالهم. الله يعطيك العافية. الشكر موصول لكم أنتم أيضا مستمعين الأعزاء. وصلنا إلى ختام الأسبوع، اليوم الخميس، نلقاكم على خير إن شاء الله تعالى في حلقة جديدة. انتظرونا يوم الأحد القادم، حلقة جديدة، ضيف جديد، موضوع طبي جديد. معي أنا نشوى السكري خلف المايك، وتقبلوا تحياتي وتحيات مخرج هذه الحلقة رائد باراجي. في حفظ الله ورعايته.